كريم في هذا الشهر العظيم. مرحبا بكم في هذه الجلسة الطيبة، جلسات الذكر، جلسة الذكر وحلقة العلم. عرفنا وش قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الجلوس في حلقات الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك، يبيننا في حديث أنه وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني تقعد في المجالس هذه القعدات اللي تعلم فيها دينك وتعلم فيها القرآن وتعلم فيها الأخلاق، لا، هذا الأمر يسهل لك ربي به سبحانه الطريق إلى الجنة. وكما عودناكم أيها الإخوة الكرام، استفتح جلستنا هذه بالاستماع إلى آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، يقرأه علينا الشيخ عبد الله أبو عبد المنعم إمام مسجد السلام في اعتكافنا. وربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ندعوكم جميعا للاستماع لهذه الآيات بقلوب خاشعة مثبتة وبتفكر وبتدبر. تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم من قبل أن يأتي
وأيها الآباء الكرام الفضلاء،
تبتم وطاب ممشاكم وقرن الله بالجنة طيب خطاكم. سعيد جدا بوجودي مع هذه الكوكبة الطيبة من الأئمة الفضلاء والمشايخ النبلاء الأعزاء والحاضرين الكرام الطيبين. سعيد جدا برؤية أصحاب الوجوه النظرة والأبدان الطاهرة المتوضئة والراغبين في الخير والحسنات. ويعلم الله جل وعلا أنني ما حضرت موضوعا معينا أتحدث فيه، ولكن الشيخ قبل قليل تلا علينا آيات مباركات من كتاب ربنا جل وعلا، وكانت البداية بآية يسميها علماء التفسير أرجى آية في القرآن، ألا وهي قول الرحيم الرحمن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلما سمعتها دار ببالي وخطر في نفسي أن أحدثكم في دقائق معدودة حتى لا آخذ الوقت الثمين لمشايخنا الكرام. قلت دار ببالي أن أحدثكم عن هذه الآية ونحن في شهر المغفرة والرحمة في شهر رمضان المبارك. قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أبواب الجنة تفتح فيه، فقال: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. أيها الأحبة الفضلاء، هذه ليلة طيبة مباركة، ولعلها تكون ليلة القدر، فهي ليلة 25 من رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم: تحرروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. حري بنا أيها الكرام أن نتوب إلى ربنا جل وعلا. من منا لا يخطئ؟ من منا لا يذنب؟ من منا لا يقصر؟ من منا لا يفرق؟ لا أحد ينجو من الخطأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فعلينا أن نتذكر رحمات ربنا جل وعلا الذي ينادينا فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الإنسان ما يقنطش من رحمة ربي. لا تقل: ذنوبي كثيرة جدا فكيف أتوب وهل تقبل توبتي؟ بل قل: إن ربي غفور رحيم، وإن أبواب التوبة مفتوحة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حين قال، وهو يبين لنا أن أبواب الجنة مفتوحة، قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء لها. اللي غلط فنها يقدر يتوب في الليل، الحمد لله، يقدر يتوب في تلك اللحظة. ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الحمد لله، أبواب التوبة مفتوحة. وتحضرني قصة رجل من علماء الأمة ذكرها أبو طاهر السلفي رحمه الله تعالى. هذا الرجل اسمه عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو من رواة موطأ الإمام مالك، يروي روى عن الإمام مالك حديثا واحدا، وراح نذكره. هذا
هذا الرجل أيها الكرام كان مباعثا في المعاصي، مسرفا على نفسه، مفرطا في الطاعات، واقعا في الآثام، كان يعيش في غفلة، باختصار كان غافل. ذات مرة وهو في الطريق مر به الإمام مالك رحمه الله تعالى مع جماعة من أصحابه. جايز الإمام مالك، شكون الإمام مالك؟ إمام دار الهجرة، إمام جليل جدا. استوقفه عبد الله بن مسلمة القعنبي بفطرق حبسه، قطعني قال له فبراش حبسه فطرق. قال توقف، شافوا الناس دايرة بيه وكذا، شكون لما وصل قال من هذا؟ شكون هذا؟ دايرة بيه وكذا وسمعونه ويتكلم، وما يعرفش الأئمة، وإنسان غافل، إنسان في المعاصي، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. قالوا هذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة. قال لهم ومن مالك؟ شكون مالك هذا؟ كنت تقولوا إمام مالك، شكون مالك؟ قالوا ده إمام جليل محدث وفقيه وعالم الأمة. قال لهم هذا محدث؟ قالوا نعم. نظر إلى الإمام مالك وقال حدثني. أي قال له حدثني. إمام مالك نظر إلى هيئته صراحة، مش تاع واحد تاع طالب علم حديث وكما. قال له الإمام مالك لست أهلا لأحدثك الآن. الهيئة ما نحدثكش. والرجل يقتلكم راه مسرف على نفسه. أخرج خنجره سكين وقال للإمام مالك حدثني وإلا جرحتك بهذه السكين. دوك تحدثني ولا دوك تاخذ فيها ضربة طعنة. إمام مالك سبحان الله كيفاش انت راك معليش. واش قال له إمام مالك؟ قال له حدثني منصور عن ربعي عن أبي مسعود الأنصاري البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني حتى الحديث إذا ما استحيش دير واش تحب. استحي يا رجل، الحمد لله الخير موجود في الأمة، وإن كان مسرفا على نفسه ذرات الإيمان تحركت في قلبه، نبضات الإيمان تحركت في فؤاده. استحي من ربه، وضع سكينه ثم مضى إلى البيت، راح للدار، اغتسل، أراق الخمور التي كانت عنده، كان الخمر عياذا بالله شرب الخمر يفعل منكرات، أراق الخمر وقال لوالدته إذا جاءك أصحابي فأخبريهم بما أحدث لي ربي من توبة. أنا تبت، إذا جاءك جماعة الخمر ولا المخدرات ولا كذا وكذا قل لهم أنا راني تائب الحمد لله تبت إلى الله. ثم خرج وسافر رحمه الله تعالى. وسبحان الله هو لما سافر رحمه الله تعالى لم يروي عن مالك، لم يروي عن مالك إلا هذا الحديث. لما تلقى عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ربعي عن منصور عن ربعي عن منصور عن أبي مسعود الأنصاري البدري هذا الحديث، هو يروي عن مالك حديثا واحدا وكان سببا في استقامته الحمد لله. القلوب بيد الرحمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه وأن يصرف قلوبنا إلى طاعته وأن يجعلنا هداة مهتدين. ذكرت لكم هذه القصة لأبين لكم أن الإنسان يغير حاله. هذا الرجل صار من أئمة المسلمين، من رواة الحديث النبوي، من علماء أتباع التابعين رحمه الله تعالى. فالإنسان يسعى دائما ليتغير نحو الأحسن. لا تقل أيها الفاضل أنا أخطأت كثيرا فرطت كثيرا. الحمد لله أبواب التوبة مفتوحة. شهر رمضان شهر المغفرة والرضوان، شهر تضاعف فيه الحسنات
تغفر فيه السيئات، تضاعف فيه، ترفع فيه الدرجات، تضاعف فيه الحسنات. ينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل. قل: أنا أقبلت إليك يا رباه فاقبلني، تبت إليك يا خالقي فاقبلني، استغفرت إليك يا ربي فاغفر لي، سألتك يا مولاي فأجب دعائي. وقل كما قال القائل: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يدعوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء. وجميل عفوك ثم إني مسلم، وجميل عفوك ثم إني مسلم. هذه ذكرى أردت أن أذكر بها قلبي ونفسي وإخواني وأحبابي في الله جل وعلا. أيها الكرام، جددوا توبتكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، كما الحويج يقدام. احنا نقول وهي موجوده في اللغه العربيه يتهرى، في اللغه العربيه يهترئ، يتهرى، يقدام، يرشى. احنا نقول يرشى بالدرجه بزاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الايمان ليخلق يبلى. الايمان يضعف 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 في الجوف، في جوف احدكم كما يخلق الثوب، كما يرشى الحوايج يرشى. قال: فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. فلنجدد الإيمان في قلوبنا بتجديد توبتنا، بالأعمال الصالحة، بالاستغفار، بالدعاء، بالذكر، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بمثل هذه المجالس الإيمانية. وأنا أعلم أنكم جئتم لتسمعوا للمشايخ ولم تأتوا لتسمعوا لي أنا، لذلك أفسح لهم المجال وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بهم وأن ينفعني أيضا، وإن كنت أعتذر لأنني كنت عابر سبيل فإذا بهم أعدلوا لفبارش كما لذل عبد الله بن سلمة القعنبي للإمام مالك رحمه الله. فلبيت الطالب لأنني أعلم أنكم فضلاء وطيبون، وأسأل الله أن يحفظكم جميعا بحفظه وأن يرعاكم برعايته وكنائه. أنتم كما قال القائل: هينون لينون أيسار من بني يسر، صيد مهاليل حفاظون للجار، من تلقى منهم تقول لقيت سيدهم، مثل النجوم التي يسري بها الساري. كما نشوف فيكم ونشوف الله يبارك، ندي معي الشياب وسامحونا وأنصرف، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. بارك الله فيكم جميعا وفي المشايخ الفضلاء، وأعتذر لمشايخنا الكرام الطيبين ولكم جميعا لأنني مستعجل بالانصراف. أسأل الله أن يجمعني بكم في الدنيا على طاعته، ويوم القيامة مع سيد الأنبياء وإمام المرسلين في جنات النعيم، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله. الله يخليك شيخنا، الله يجزاك خير. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا رب غيره ولا إله سواه، فهل في الوجود معبود بحق إلاه؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر من فيض عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور السم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. سل الواحة الخضراء والماء جاريا، وهذه الصحارى والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى،
سل الليل والإصباح والطير شاديا، وسل هذه الأنسان والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. وأشهد أن لا إله إلا الله عم الخلائق رحمة وحنانا، تجري الرياح بالسحاب ممطرة، فتنبت الأرض أشجارا وأغصانا، وبهائم للحمل قد خلقت، وأخرى طواعية تمنح لحما وألبانا، وشمس تجود بالدفء ما بقيت الدنيا، فما بخلت قرونا وأزمانا، وبحار بطري اللحم زاخرة، وأنهار تفيض عذبا لسقيانا. خلقنا من نطفة منيت، فتكامل الخلق صورا وألوانا، خرجنا إلى الدنيا ولم نعقل، والغير سمانا، ننمو رويدا رويدا، والأب يسعى والأم ترعانا، حتى إذا ما القوة فينا قد اكتملت، عظمت ذنوبنا وكثرت خطايانا. أشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين لهم ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحي الله وبارك في هذه الوجوه الخيرة، وهذه الطليعة الطلائع النيرة، وهذه الصدور المليئة بالإيمان وبحب الله عامرة. يا شبابنا، أنتم بشاشة نادينا وزينة وادينا، وأنتم المسك المتضوع من مجامرنا، وأنتم الجوارح الماضية في تنفيذ أوامرنا. فحياكم الله وأحياكم وأدامكم وأبقاكم، ورحمات الله بالحل والترحال تغشاكم وتعطر مجالسكم وممشاكم. وأسأل الله الذي جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا جميعا في جنته ودار مقامته بمنه وفضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الأحبة، أحاول بقدر المستطاع أن أترك اللغة جانبا لأحدثكم بحديث المجتمع وحديث الناس في البيوت، وأبدأ بهذا المثل، ولله المثل الأعلى. إحنا يا إخوة الكرام، القرآن الكريم ضمنه الله عز وجل أمثلة وقصص، ومن أساليب الدعوة القصة والمثل. إحنا في حياتنا اليوم نسمع باللي كاين الناس راهم محبوسين، راهم في السجن، غلطوا، زلت بهم الأقدام، هؤلاء حكم عليهم بالسجن. هذه المسجونين وش ينتظرون؟ ماذا ينتظرون؟ دأب الملوك والسلاطين والحكام في كل سنة عندهم موسم عفو، كل رئيس عنده مناسبة، هذه المناسبة هي استلام العرش، استرجاع السيادة، مناسبات. المهم الرئيس المالك السلطان واش يدير؟ يصدر فيها العفو الشامل، كاين اللي يخرجوا وكاين اللي يتقسم الأقراص ينقسلهم في المدة، إيه ولا لا يا أخي؟ هكذا إذا كان هذو ملوك الدنيا وسلاطين البشر لهم مواسم رحمة. هذا الناس محكوم عليه واحد بعشر سنين، لما تجي هذه المناسبة الحاكم يقول لا، أنا اليوم نتكرم وجماعة يخرجوا وجماعة ينقسلهم. ولله المثل الأعلى، ملك الملوك ربنا تبارك وتعالى له موسم رحمة وموسم عفو، يصدر فيه عفوه الشامل في حق من؟ في حق المذنبين المقصرين، ونحن الذين سجنتهم الذنوب وقيدتهم الخطايا وأسرتهم السيئات. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتح المصحف بعد صلاة الفجر وهو يقرأ إلى صلاة الظهر، قالوا له هون على نفسك أريح شوية. ماذا قال؟ قال والله لو طهرت نفوسنا، لو صفت نفوسنا
وطهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. وكان نفوسنا صفات قلوبنا طهرت ما نشبعوش من كلام الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى عليه السلام حينما ناداه الله لأول مرة حينما رأى النار كشف النار قال أهل قعدوا وانا نروح مش منجي لكم تتسخنوا ولا طيبوا. وإذا به يصل يجد الأمر آخر ينادى يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ربي يسأله يقول له وما تلك بيمينك يا موسى وش كاين في يدك وش كاين في يدك. كان الجواب يقول له عصاتي. هذا ما كان يقول له العصا نتاعي. لكن سيدنا موسى عليه السلام اغتنم الفرصة. كيف اغتنم الفرصة؟ قالوا هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. عصاتي نتوكأ عليها ونصرح بها وعندي فيها أسبالح واحدة أخرى. ربي ما سألوش ما قالوش وش تدير بها. قالوا وش هي؟ قالوا ولكن البلغاء قالوا هذا مقام التلذذ بمخاطبة الله سبحانه وتعالى. اغتنم الفرصة أنه يتكلم أكثر فأكثر لأنه في مقام المناجاة مع الله سبحانه وتعالى. نحن الحمد لله نكلم الله ويكلمنا الله في كل يوم 5 مرات وذلك بأداء الصلوات. ويأتي هذا الشهر العظيم شهر القرآن شهر الوقوف بين يد الله سبحانه وتعالى. يا إخوان كاين زوج عبادات قل من يؤديهم، عبادة الشكر وعبادة الصبر. رب سبحانه وتعالى قال وقليل من عبادي الشكور، وقال في حق الصابرين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وفي رمضان يجتمع للمسلم تجتمع له هاتان العبادتان، في النهار يتقرب إلى الله عن طريق الصابرين، وفي الليل يتقرب إلى الله عن طريق الشاكرين. هذا القيام، هذا القيام فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أطال في السجود والركوع والبكاء والخشوع. قالت له أم المؤمنين يا رسول الله هون عليك وقد غفر الله لك. قلت له خفف على نفسك شوية، ربي راه غفر لك على راك محن في روحك كما نقول حنايا. ماذا قال لها؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا، جدوا الحديث، أفلا أكون عبدا شكور، أفلا أكون عبدا شكورا. هذه الوقفة لنوقفها بين يدي الله ونحن نستمع إلى كتاب الله بالمقابل مع النعم اللي أعطاها لنا ربي سبحانه وتعالى. وين تجي؟ وين تبان؟ واش تعوض؟ تعوض العينين، تعوض اليدين، تعوض الكلى، تعوض القلب، تعوض الإيمان، تعوض الإسلام، واش تعوض؟ هذا هو التفسير، التفسير لمعنى الشكر. أيها الأحبة أنتقل بكم إلى مثل آخر، مثل آخر. إحنا رمضان للأسف أبدأوا مني والروحوا دايرينوا للمكلة من لينوا ذو الإنسان الصبح روح جيب قلب اللزم طوالي من الشراكة يخدموا مليح والخطايف في طوالي واللي براه في البلدة حاجة مليحة وروح له هذيك ويعيط في التليفون واش طيبته درتوا لي هذيك 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 هذيك. مع ذلك أعطيكم واحد المثل يعني غير صغير. هذوك الناس اللي يجروا اللي يسابقوا وعنده واحد الحاجة في قلبه أنه يكون يحطم الرقم القياسي، اليوم يدي الميدالية الذهبية ولا يحطم الرقم القياسي في ظرف يأكل بزاف حتى ولا ما يقدرش يتحرك ولا يترجع المأكولات جوله. يا أخي يتخلى قاع على المأكولات على لأن الهمة تاعه التعلق تاعه بالفوز، التعلق تاعه بالوصول إلى هذه الغاية إلى هذا اللقب، وإنه يولي عداء عالمي يولي بطل عالمي واللي يحطه من الرقم القياسي خلاه يترك ويتخلى عن الشهوات، شهوة البطن ما عندوش حاجة فيها، إنما يأكل ما يقيم صلبه فقط، يعني يأكل غير به وينقص ينقص به يوصل. فكذلك السائرون إلى الله المتسابقون إلى المنازل العلى الذين قال الله عز وجل فيهم والسابقون السابقون أولئك المقربون.
احنا للاسف عكسنا الامور. الرزق نجروله مع نوردو اشكلنا. الرزق جالك مشيله، رزقك مضمون. ربي قال فامشوا في مناكبها واكل وامشي وكل تحرك برك. واما العباده واش قال؟ اما ذكر الله قال لك اسعى ازرب شويه فاسعوا الى ذكر الله. واما الى الله واش قالنا؟ قال ففروا الى الله. اما الرب سبحانه وتعالى اهرب، اهرب الرب سبحانه وتعالى. اغلقنا باب النار، افتح ابواب الجنه. العفاريت، هذه العفاريت الكبيره، العفاريت الكبيره يعني كلها مقيده بالسلاسل. والله لو كان ربي يكشف لنا احنا غلو كانوا قعدوا نشوفوا 40 ولا 50 ولا 100 عسكري يجروا مور سارق ولا مور زوج، تشوف يعني جيش من الجنود يجروا مورا واحد، تقول يا لطيف يا حبيب هذا واحد راهي موراه. يعني لو كان ربي يفتح لنا البصر بتاعنا ونشوف الملائكه لما يجي رمضان يعني كيف تجري من وراء يعني ورا الشياطين يجروا موراهم، وين كاين واحد يكتفوه، يعني الامر مذهل كما قال الشاعر: حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقفو أبطر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أبرهة الحسام راحتيه رمي. لو كان جينا نشوفه غير هذه الملائكة لما يجروا ورا الشياطين باه يقيدوهم ويكتفوهم، شيء مذهل شيء عظيم. وأنا أقولكم بأن سبحان الله التوبة والرجوع إلى الله وفعل الخير والصدقة متى تسهل؟ وقتها تسهل؟ تسهل غير في رمضان. حتى غير المؤمنين الناس اللي يدخلوا للإسلام أكثر ما يدخلون في رمضان. يعني القور اللي يتوبوا ويدخلوا للإسلام، وهذه بمحض التجربة، أخوكم العبد الضعيف كتب لي ربي أيام نكون في فرنسا في الدعوة إلى الله، يعني الناس اللي يدخلوا في الإسلام رجال ونساء في رمضان يعني عدد لا يقارن بغيره. يعني الناس اللي يدخلوا في رمضان عدد كبير جدا جدا جدا، وذلك بما يسر الله عز وجل لعباده من القرب منه سبحانه وتعالى. ربي يسر لنا كل شيء. انا نحاول يعني ان يعني نزلوا هذا الخطاب للشباب توعنا، نقول لهم عدتم الى الله، راكم جربتوا 11 شهر، جربتوا القهاوي، جربتوا السوق، جربتوا الفيسبوك، جربتوا تويتر، جربتوا اليوتيوب، جربتوا اسوال واحد اخر مش عارف ما نعرفهمش، فماذا وجدتم؟ هل وجدتم حلاوه؟ لا. الانسان اللي يدخل في هذه الامور يوقع له كيما اللي يشرب من البحر، كل ما يشرب يزيد يعطش، كل ما يشرب يزيد يعطش. انما الراحه والسكينه والطمانينه وين توجدوها؟ تجدونها في بيوت الله، تجدونها في قراءة القرآن الكريم، تجدونها في الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي جمعني بكم في هذا المقام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الجلسة وهذا اللقاء وهذا الاستماع بمثابة العهد أو بمثابة المعاهدة مع الله سبحانه وتعالى، أنكم فررتم وتخلصتم من قبضة الشيطان وأنتم الآن في سعة رحمة الرحمن، فلا ترجعوا إلى ما كنتم عليه، اثبتوا واصبروا وسترون من الله سبحانه وتعالى من التيسير والتوفيق والتسهيل. واحد يقول لك أنا رايح علي خلاص الدنيا، وين نضربها تلصق، وين نضربها خلاص الباب اللي نقصده، الباب اللي نقصده مغلوق، يروح يتاجر يخسر، يروح يدير حاجة، وين يمشي خلاص؟ بينزور بينزور. ربي يوفق اللي يحبهم ولا يحب يوفق اللي يكرههم. نكون واقعيين يا جماعه. لا لا، ربي سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. اللي يتقي ربي يعطيه الرزق يفتح له. اذا حبيت الدنيا حبيت ترفه عليك بتقوى الله، عليك بالرجوع الى الله. امام الشافعي يقول: من اراد الدنيا فعليه بماذا؟ بالعلم. والعلم لا يدعوك اذا إلى الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن أراد الآخرة عليه بالعلم، ومن أرادهما معا عليه بالعلم. العلم دائما يقود صاحبه إلى الفضل، إلى منازل الكرامة. شوفوا موسى عليه السلام، نبي الله موسى عليه السلام، فرعون وما أدراك، اللي قال أنا ربكم الأعلى،
وجاموراه بجيشه بخيله ورجله مسكين خلاص الحق قالوا الأصحاب غرقتنا وهلكتنا. قال إن معي ربي. قال كلا إن معي ربي سيهدين. وش عنده؟ عنده عصا. ما عنده بابور، ما عنده يعني هاتف يقول والو، عنده عصا. قال ربي اضرب البحر، اضرب دار البحر هكذا التقسم نص منا والنص منا ولا تطريق يدسع، فاضرب لهم طريقا في البحر يابس. دخل موسى عليه السلام بمن كان معه البحر يابس، لما خرج دخل فرعون غرقه كامل. علاه باه باه إن معي ربي سيهدين. ربي راه معايا، كونوا مع الله يكن معكم الله سبحانه وتعالى. هذا يدي الحق يحق الشيخ طه. نتوقف هنا ونأخذ نزيد الشيخ طه يحدثنا ويسمح للسادة المشايخ ربي يفعلني وإياكم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. جزا الله خيرا الشيخ عبد الله على هذه الكلمة الطيبة النافعة التي سمى تبارك وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلها في ميزان حسناته. نحيي الكلمة لشيخنا الشيخ طه فليتفضل المشهور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اخواني الكرام، نحمد الله العظيم رب العرش الكريم ان جمعنا واياكم مره اخرى، ومن دون مقدمات ولا اطالات نشكر اخواني ومشايخي الحضور، والحضور كلهم مشكورون على هذا الجمع، ونشكر مشايخنا الشيخ عبد الله والشيخ سليم بما قدموا من كلمات ذكرات، ونشكر الشيخ سعيد على تنظيمه، وكذلك الشيخ جبل غول جزاه الله خيرا على حضوره ومؤانسته لنا ومشاركته في كثير من هذه الجلسات. نبدا من حيث انتهى الشيخ عبد الله، وانا اريد ان اقف على بعض الوصايا من وصايا الحبيب صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، نحن دائما إذا رأينا إنسانا نحبه ونشوف إنسان يحب لنا الخير وإنسان مجرب وإنسان عنده خبرة وإنسان عنده حنكة وإنسان عنده بعد نظر، هذا دائما نأخذ بكلامه ونربط بذلك الكلام ونعقله حتى لا يذهب، ودائما دائما نلح على تلك الحكمة والكلمة التي نسمعها من الناس الكبار. فما ظنكم برب العالمين؟ وما ظنكم بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ نحن الآن لما نسمع كلمة أي إنسان يتكلم ولا سيما ناس كبار يقول أمام الناس، الجوري قال الناس ترتعد هكذا وتسمع وتحب ماذا قال الجوري، يعني المتلتع القولي هذاك الوصية والشرية، وكي تسرح حاجة وتفرط واحد غلط يقول له أوقاها القولي، فالناس تقيم من قيمة هذا الإنسان. أنا لا أقول من باب البؤل ولا البراء، الناس أعطت قيمة الكلام القولي لأنها أخذت عنه نظرة بأنه إنسان ستريكت، بالإنسان ما يلعبش وعنده تجربة ويستفاد من تجربته. ما ظنكم بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ من هو أحسن؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الكلمة هذه يجوا العلماء وراها كلمة واحدة، شفت كلمة واحدة هذا أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، كي يقول كلمة واحدة الرسول صلى الله عليه وسلم يجوا الصحابة مراه ويتكلموا ويشرحوا كلامه، يجوا التابعون وكذلك يشرحوا، ثم يأتي الناس فطاحلة الشراح وش يقولوا، يجي الإمام النووي يتكلم كلام ويخرج نتائج وفوائد من كلمة هذه، يزيد يجي الإمام ابن حجر رحمه الله ويخرج فوائد من هذه الكلمة، ويجي القاضي عياض ويجي فلان وابن العربي ويجي فلان وفلان وفلان وفلان، يخرجوا كلمات وفوائد وكذا 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 من الفوائد واللطائف من كلمة واحدة من عند الحبيب صلى الله عليه وسلم.
علاه؟ لأنه كيعطي كلمة هو عليه الصلاة والسلام راح يلمها من كل جهة، يعني راح يفيدنا في الدنيا والآخرة. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم ناس عرفوا مليح قيمة الحياة، ناس جربوا. الصحابة رضي الله عنهم جربوا، لو تحكي عن جاهلية الصحابة ما كانش إنسان الآن عنده قلب قوي مثل قلب الصحابة رضي الله عنهم، حتى ولو قال أنا أفعل ما أفعل، لأنهم ناس كانت تخترجهم الرجولة الحقيقية، فكانوا يفعلون الأشياء عن قناعة، وكانوا يفعلون الأشياء وهم في الجاهلية وهم يفعلونها عن رجولة. يعني الصحابة اللي كانوا في الجاهلية رضي الله عنهم وأرضاهم كي كانوا يديروا أمور طايشين خارجين عن الشرع كانوا يفعلوها عن رجولة، يعني كانوا رجال وكانوا يشربون ويكثرون من الخمر ليكسب فيهم النخوة. الآن الذين يدعون الرجولة وهم يرتدون لباس المخنثين والعياذ بالله، هذوك الناس الآن يدعون رجولة، يدعونها بماذا؟ بمقاطعة الطريق للناس، ويدعونها بماذا؟ بشرب المخدرات التي تفقدهم النخوة والرجولة أصلا، ويدعونها بفعل أشياء ليست من الدين أصلا ولا من الكرامة ولا من الأمانة. هذوك الصحابة جربوا الحياة وشافوها مليح، لما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا في ضلال وجاهلية وكفر أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى نور الإسلام والإيمان. عرفوا قيمة النبي عليه الصلاة والسلام، كان كي يتكلم الكلمة الصحابة يعطونها قيمة، كان كي يدخل النبي عليه الصلاة والسلام ويوقف في المنبر ويتكلمه قال أبو سعيد الخدري ابتدرناه بأسماعنا، ويصف صحابي آخر ويوصف لنا كيفاش كانوا يقعدوا الصحابة ويسمعوا للرسول عليه الصلاة والسلام، قال فكأننا على رؤوسنا الطير، كأن يعني يقعدوا كأنه حاط الطير فوق راسه ما يتحركش يسمع ليه. علاه؟ لأنه كل كلمة تخرج من فم النبي عليه الصلاة والسلام إلا عندها قيمة. نحن والله ثم والله ثم والله ما ينفعنا شيء إلا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما نتج منه من النثر والشعر، ما نتج من الوحي فخير لأنه يدلنا على الوحي، ما عدا هذا من الحكمة التي تبنى على تجربة ذاتية وهي ليس لها أصل من الدين أو هي منافية للدين فهذه لا تنفعنا. لذلك كثير من الأمثلة تدور فيما بين أيدينا وما بين عائلاتنا وفي مجتمعاتنا. شحال المثال احنا عندنا، هذاك المثال هذاك ليس من الدين أصلا، ليس من الدين. وسنضرب أمثلة مقارنة مع وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن نريد اختصارات ونريد عدم الإطالة بذكر ما ينفع إن شاء الله من بعض وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. من أعظم ما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام معرفة الله. ولذلك شاب صغير عبد الله بن عباس يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام يقول للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أريد أن أدخل في الموضوع فقط لا أريد أن أذكر الملابسات، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس وهو ولد صغير 5 سنوات، يقول النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، اعرف الله في الرخاء أو تعرف على الله، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام وش يدير هنا، راهو يقرر في هذا الطفل الصغير في الغلام الصغير هذا راهو يأثر فيه تأثير مليح بأن معرفة الله هي أساس الحياة، معرفة الله هي التي جذرة لتبني لك شخصية الإنسان. ومن بعد يتخرج عبد الله بن عباس صار إنسان يمد رجله ويتكلم مع الناس بالنصيحة ويقدم حكما لو جمعت لسيرت بها أمم. ولذلك هذا الرجل لما بني على هذا الخير وش خرج؟ خرج حبر الأمة، خرج إماما من الأئمة، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام شخصية. هذه الشخصية هذه بنيت على ماذا؟ احفظ الله يحفظك. احنا عندنا الآن وش هو؟ احفظ الميم تحفظك، ما شفت ما عرفت ما ريت ما درت ما كذا، لا احنا احفظ الله سبحانه وتعالى. الآن أنا لما نصون دين الله عز وجل، لما نتعرف على ربي سبحانه وتعالى حقيقة نعرف من هذا الذي أعبد، من أعبد؟ من أعبد؟ أعبد صنما؟ أعبد حجرا؟ أعبد ثورا؟
أعبد بقاة، أعبد بشرا مثلي، من أعبدنا؟ من هو الذي أعبده؟ الله سبحانه وتعالى. من هو ربي؟ صحابي اسمه جابر بن سليم يجي يسمع كلمة، ما يعرف هذا النبي عليه الصلاة والسلام من هو، ما يعرفش شكون هو الرسول عليه الصلاة والسلام. شاف الناس تصدر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رايحة جاية عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال فرأيت الناس تصدر عن رجل في رأيه. قال فسألت الناس، قلت لهم شكون هذا الناس رايحة ليه وجاية، شكون هذا فلان، شكون فلان هذا بن فلان؟ قالوا له هذا رسول الله راح عنده. وش قالوا جابر بن سليم؟ قال له يا رسول الله، أنت رسول الله؟ أنت هو رسول الله؟ وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قالوا شيء، أنا هو رسول الله، أنا بعثني ربي أنا. ما عرفوش بنفسه، عرفوا بالله. ماذا قال؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك هم فدعوته كشفه عنك. شوف هذا الحديث عجيب جدا، هذا الحديث يعلقك بالله سبحانه وتعالى. أنا رسول الله، بصح ما نقولوش شكون هو رسول الله، نقولوا شكون هو الله. عارفك بالله، وهذه مهمة الداعي إلى الله، يربط الناس برب العالمين. اعرف الله أو تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أعرف من هو ربك؟ قالوا أنا هو رسول الله الذي إذا أصابك كرب أو ضيق فدعوته كشفه عنك، أو أصابتك عام سنة فدعوته أنبتها عليك. يعني لو كان يجي جفاف ولا ضيق بيك الدنيا وتدعي النبي عليه، تدعي الله سبحانه وتعالى يعطيك ربي، ينزل عليك المطر ويفرج عليك الكرب الذي كان بك. وإذا كنت في أرض قفراء فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. شوف الآن هذا الثلاثة هذوما، تعرف شكون هو ربي؟ ربي هو اللي كنت أنت تكون ضيق وتكون مغلوق عليك الدنيا وتدعوه، ولو كنت كافرا ولو كنت بعيدا عن الله وقلت يا رب يا رب يفرجها عليك. والذي إذا قلت يا ربي راهي جفت علينا الدنيا ما كاش المطر، هو ينزل عليك المطر. والذي إذا تبحرت لك حاجة، راحت لك حاجة، قلت يا ربي ردها علي، يردها عليك ربي سبحانه وتعالى. لما علم الصحابي هذا تعرف على الله، هذه معرفة الله، خلاص هذه كفات خلاص. هذا تأصيل عقدي بأقصر متن في العقيدة. وش قال؟ اعهد إلي يا رسول الله، خلاص أنا عرفت ربي، دوك وصيني وصيني ما تخافش. الآن دوك الأرضيات مشات، الآن الأرضية ولات صالحة، أحيبدا يغرس النبي عليه الصلاة والسلام، أحيبدا يغرس. وش قال له؟ لا تسبن أحدا من الناس، عمرك ما تسب إنسان. لماذا؟ لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. الآن لما تتلاقى مع إنسان، وكلنا ذاك الرجل نسأل الله يعفو عنه، تتلاقى مع إنسان في الربوة وأنت بسيارة هو بسيارة، أنت تسبه تسبه وتشتمه ويروح هذاك الإنسان، ربما ربما ليس لك ميعاد معه إلى يوم القيامة، مش تلاقى معه حتى يوم القيامة. يأتيك الله به يقول لماذا سببت عبدي؟ وش قال هذاك الصحابي جابر بن سليم؟ قال فوالله ما سببت عبدا ولا حرا ولا بعيرا ولا شاة بعد ذلك. ما زلت سبيت حتى واحد، علاه؟ علاه؟ لأنه خلاص ربطه مع رب العالمين. ثم بعد ذلك أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يشد مئزره، وأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يلقى أخاه، قال وأمر بالمعروف أو أبذل المعروف ولو أن تلقى أخاك أو تكلم أخاك ووجهك منبسط إليه، قال فإن ذلك من المعروف. يعني دير حاجة مليحة، دير الخير، امشي ودير الخير، أزرع أزرع فقط، نقي الطريق وافشي السلام على الناس وتكلم كلمة طيبة. وإذا لقيت خوف في الله عز وجل وجاي يمشي في الطريق انبسط له بوجهك وابتسم له وقل له كلمة طيبة، وش راك فلان ما شاء الله، قلها في سبيل الله، ما تقولهاش على أسود عيونه ولا على جل مصلحة عندك معه ولا شيء، قلها في سبيل الله. نقول يا فلان وش راك ما شاء الله، نسأل الله ييسر أمرك ونسأل الله يبارك لك ويبارك لك في ذريتك. والله أنت اللي تدافع عن هذا الكلام، لأنك لو كنت تروض كلامك على هذا الكلام مع جميع الناس
تولي تحب الخير للناس، وتولي بعد ذلك لك قلب طيب، لأن هذا القلب تعود أن يقول إلا الكلمة الطيبة. وأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تشتمن أحد، قال: فإن شتمك أحد بشيء فيك أنت فلا تشتمه بما هو فيه، فإن ذلك يرد عليه. إذا قالك يا فلان يلي فيك وفيك، ما تقولوش يا فلان يلي فيك وفيك، هذا استئصال الشر في شريعتنا. يعني الآن لما تتسبني ولا نسبك ما يخلصش، ما عندهاش نهاية، ولكن لو كانت تتسبني أنا نحبس خلاص، ما نقولش أنا هدر فيا دوك نهدر فيه، أو خرج لي سري دوك نخرج له سره، أو تتبع لي عيوبه دوك نخرج له كامل الأخطاء نتاعه، خلاص أنا عندي تموت وعندك تموت وعند هذا تموت، الشر اللي ما يمشيش في وسط المسلمين يقول لي ما كاش، لن تقوم لنا لن تقوم لنا قائمة ولن يتطهر المجتمع نتاعنا حتى يستأصل الشر في الأمة، خلاص يقول لي ما كاش الشر هذا، يعني يقول لي يحبس، يقول لي موجود غير في بلاصة معينة، احنا الآن قلبنا ولا في الأمانة موجودة في مكان معين حتى يقال في بني فلان رجل أمين، هذه الآن قلبة الأمور. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا هذا في درس التفسير، لما جاء المدينة وش دار النبي عليه الصلاة والسلام، وش دار في المدينة، ادخل مباشرة تلقاهم يسرقوا في الميزان، يطففون في الكيل، هذا مجتمع راح يقيم به النبي عليه الصلاة والسلام دولة إسلامية، أطهر مجتمع، مجتمع اللي راح ينزل في كنفاته الوحي، وش قالهم النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة المدخل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ربطهم بماذا؟ باليوم الآخر، حتى يطهر المجتمع هذا، ما يوليش يأكل الحرام ويوكل أولاده الحرام، ويولي بعد ذلك ينتشر الحرام، والمجتمع يولي كامل فسد الحرام، فيغلق عليهم هذه المفاتيح نتاع الشر، حتى يولي المجتمع بعد ذلك يمشي الخير. إذا ما غلقناش الشر الخير ما يمشيش مليح، لازم نغلق الشر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في ثنايا وصاياه كيكون يوصي في الناس دائما يعطيهم الخير ويغلق الشر، يمد الخير ويغلق الشر. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الصحابي هذا، يقول له الآن إذا شتمك إنسان ما تكملش أنت تشتمه، إذا جاء إنسان سبك أمام الناس ما تنسيش أنت لازم تسبه، أغلق الشر. ووالله قال النبي عليه الصلاة والسلام: ترد عليه، أنت هو الرجل مش هو. شوف الآن لما نرجع للحديث هذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. شوفوا الآن الأمراض النفسية الموجودة عندنا والكآبة التي تنتاب نفوسنا، احنا الآن أحيانا الإنسان له من المال ما له، يحدثني أحد الناس التقيت به مؤخرا، عنده الدنيا كاملة بين يديه، يملك في البحر والبر، يملك كنوز الدنيا، والله لما تشوف يقول لي وش يقول الإنسان هذا شاب صغير، يقول لي أنا فتحت علي الدنيا مرة واحدة، يقول لي أحيانا والله نحتار وش نركب من سيارة، لي عندي عنده سيارات بزوج ملايير ومليار ونص وكذا، سيارات عظيمة لما تشوفه انت يتغير منه، علاه؟ لأننا احنا نحب الدنيا ما نحبوش الآخرة، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فلذلك هذا الشاب وش يقول لي، يقول لي والله الذي لا إله غيره ما تخصني حتى حاجة، ولكني نشعر أحيانا بوحدة الضيق في نفسي، نحب ننتحر. لماذا؟ لأن النفوس القلوب فيها وحشة، كما قال ابن القيم رحمه الله، قلوبنا فيها وحدة الوحشة، وحشة هذه الوحشة لا تملأها أو لا يملأها إلا الأنس بالله. أنا أقول لك عنها، شوف ده الآن لو كان نحوك من عند أمك ولا من عند أحب الناس اللي كنوالف معاهم، وندوك نحطوك في الغربة، وسالوا أهل الغربة الناس اللي في الغربة، تروح ليها عنده الدراهم عنده كذا، يقول شوف كاينه حاجة هنايا، كلش كاينه هنايا، ما كاينش غير بيبك ويماك، ما كاش غير بيبك ويماك وما كاش، هذوك هما الصح، ما كاش، لأنك تعيش مرة واحدة وما كاش هذوك الناس. فيشعر أصحاب الغربة بغربة ووحشة في نفوسهم لا تضاهيها وحشة، علاه؟ لأنه كاين ناس يعرفوهم مليح، وناس يعرفوهم منذ الطفولة، والناس يعرفوهم منذ العشر القديم، ماهوش يشوفوا فيهم ولاد الحومة تاع الأقدم، ولاد الحومة اللي نعرفوهم في أيام الطفولة، ولاد الحومة اللي نعرفوهم ونحن كنا أبرياء صغار،
هذوك اليامات حيطان الحي ونحن صغار، هذوك الناس هذوك ايام وحياة حلوة احنا تربينا عليها ونحن صغار وقلوبنا مازال طرية ما شاء الله وحلوة. وزيد على ذلك وقبل ذلك عندنا والدينا كحلينا عينينا شفنا والدينا شفنا يمانا، انت اول ما حليت عينك شفت امك وصدر امك، فلذلك الان ما كانش حاجة تعوضك عن امك، فاذا سلمت من امك وش يصرالك؟ يصرالك واحد الوحشة. هذا مثل، هذا مثل اللي يضرب فيه هنا مثل واقعي وقع لنا ويقع لنا في فطرتنا وحياتنا اليومية والبشرية. الآن كان واحد الآية يقول فيها ربي سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني عندنا في الأزل قبل ما يخلقنا ربي في الأرض، ربي سبحانه وتعالى ذريتنا احنا ذرية آدم كامل، ربي سبحانه وتعالى أتانا وقالنا ألست بربكم قلنا له بلى أنت ربنا. هذه في الأزل، هذه يعني قبل ما يخلقنا ربي سبحانه وتعالى. لذلك يوم القيامة لما يتجلى الله سبحانه وتعالى لعباده وش يقولوا له؟ أنت لست ربنا، لست ربنا، تمشي عند ربنا شفناه نعرفوه. إذن الآن في البداية في النظرة الأولى لما يأتيهم على غير هيئته، الآن شوف في الدنيا هذه الإنسان لا يشعر بكآبة إلا إذا ابتعد عن الله، لأنه الإنسان في هذه الحياة راهو عنده حاجة يعرفها أو يحوس عليها ما لقاهاش، وهي حاجة في الأزل وهي الله سبحانه وتعالى. احنا عندنا معرفة بالله ربي سبحانه وتعالى قبل ما يخلقنا وش قلنا؟ ألست بربكم قلنا له بلى أنت ربنا. فالآن احنا تيجينا الحياة الدنيا كي هبطنا الأرض، اهبطوا منها جميعا، هبطنا الأرض جينا مع آدم وهبطنا وخلقنا في الأرض، وش رانا نديروا دوكا في الدنيا هذه؟ نحوسوا على الله اللي شفناه في الأزل، لازم نتعرفوا عليه سبحانه وتعالى. ولذلك أملأ القلوب وأسعد القلوب هي القلوب اللي تعرف الله سبحانه وتعالى. تعرف على الله في الرخاء يعرفه في الشدة، هذه معرفة الله. ولذلك الصحابي هذاك كي جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام وحب يسأل قالوا يا رسول الله أنت هو رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام وش قال له؟ ربطوا بمن؟ بمن يعرفه من قبل. قالوا أنا رسول الله الذي إذا أصابك كرب أو ضيق كشفه عنك، دعوته فكشفه عنك. لما عرفوا بالله عز وجل في الثلاث أمور هذه قالوا اعهد إليا، هات برك الدين دركا خلاص أنا عرفت ربي ذلك، خلاص راحت الوحشة هذه. إحنا الناس اليوم إذا ضاقت به الدنيا رجع إلى الخمر، تضيق به الأمور يرجع إلى المخدرات، تضيق به الأمور يرجع إلى الفساد ويترك الصلاة. تقولوا يا فلان سبحان الله، العكس تقولوا يا فلان أن كنت تصلي وراك يقول لك كانوا عندي مشاكل وكذا بطلت صلاة. الآن لما يضيقها عليك ربي ترجع يا أخي، لما تضيق عليك ارجع إلى الله، ففروا إلى الله، هو ربي سبحانه وتعالى يعطينا. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ما عندك إنسان راح ينفعك، ما كاش واحد آخر إنسان ينفعك. هذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام من أغلى الوصايا، احفظ الله يحفظك، اتعرف على الله عز وجل. شوف الناس حدايد مش دايد، تخبي في البنكة بك تلقى قلبهم أوروخية مش متعش الدينة، علاش الواش الأمور هذه؟ الواش الناس اشري وخبي، اشري العقار هذا وخبي، دراهم زيادة اشري خبي منها، دير منها وخبي منها، ودير هذه العقوبة أقران العقوبة، ولادي ولاد ولادي ولاد ولادي، على هذه الأمور على، لأن الناس تعلق قلبهم بالدنيا. ما كاش أروح نديروا الخير دركها بالك غدوة من غدوة تطيح بينا ربي يفتح علينا، أروح نعاونوا فلان الآن بالك غدوة من غدوة حنايا نحتاجوا معاونة يبعثنا ربي واحد يعاوننا، أروح الآن لعبد الله سبحانه وتعالى رانا بصحتنا رانا بالعافية والأمن والحمد لله، لعل ربي سبحانه وتعالى غدوة من غدوة تسرى لي حاجة نلقى العبادة هذيك نلقاها عندي يا ربي بها، أروح نتصدق في سبيل الله لعل غدوة من غدوة تضيق بي الأمور قل يا ربي كاين واحد صدقة صدقت بها أني ندعيك بها افتح عليها، نتعرف إلى الله فرعاً. هذا هو الحدايد الشدايد. إحنا الآن حياتنا هكذا، إحنا يا خبي ذهب تلقاها، خبي كذا تلقاها. النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا واحد المثل، قال الإنسان حياته قدناك، حياته قدناك 60 سنة 70 سنة 80 سنة، أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوزهن. إحنا حياتنا قدناك وهو الأمل تاعو قدناك،
هو راه دايرها طويله تسمى انت حياتك 60 سنه 70 سنه وراه وكنديروا لك حساب وشوفوا داير حساب واحد 200 سنه يعني اكثر من حياتك انت انت عيش يومك هذا عيش يومك وربك سبحانه وتعالى رحيم ليحييك غدوه ويرزقك ولكن اعتني بماذا المهم بما امرت به دينك وتعرفك على الله كيف تتعرف على الله كيف تعرف على الله سبحانه وتعالى والله يشوف كل حركه وسكون في الدنيا هذه معرفه بالله سبحانه وتعالى باش تتعرف على ربي ماشي لازم تكون قاري شوف انت انا نمشي في الطريق نمشي في الطريق وانا ما شاء الله بصحتي وننظر منا نشوف منا نشوف السياره نشوفها نشوف السماء نشوف الارض نشوف كذا نشوف حفره لو كنا نطيح فيها ولا كذا وانا قاعد نمشي في الطريق ونشوف انسان واقف في الطريق اعمى لا يرى ويستنى كل شي واحد يقطع الطريق لازم تما يا ايها الشاب يا صاحب الصحه والعافيه لازم انت تما توقف وتبكي لرب العالمين وتشكر الله وتقول شوف النعمه اللي عاطيها لي رب العالمين انا نمشي وعندي عينيه وعندي يدي وعندي رجلي وعندي ما شاء الله انت مو تمشي في الطريق ما تستناش واحد يقول له طبع لي اني ما بديش نمشي ما تستناش تمشي وحدك ما شاء الله تحب تقطع منها تروح منها تجري شويه تنقص شويه كيما حبيت بصح هذاك الانسان راه واقف ويستنى كاش واحد يقطع الطريق اي نعمه انت فيها هنا واش ندير نقول رحمك يا رب العالمين اللهم لك الحمد تتعرف على الله هذه تعرفك بالله سبحانه وتعالى لما تكون انت ما عندك شيء ويجيب لك ربي رزقك بين يديك تعرف ان لك ربا يرزقك فوق سبع سماوات لما تكون راقد في الدار راقد على جنبك شوف انت راقد هنا وتتنمل الدنيا هذه قاعد تولي تنمل هذيك من واش هذيك ربي راه يرعى فيك انت لما تكون راقد احنا نكون راقدين على جهه هذيك الاعصاب هذيك تاعنا هذيك تنضغط يعني تتلبز هذيك الاعصاب نتاعنا تنضغط الان ربي سبحانه وتعالى وانت راقد سو ديرونجمون واحد يديرونجيك بلا ما يديرونجيك انت راقد هذيك الاعصاب هذيك ترفع شكوى للمخ تقول له رانا ضغطنا راه علينا ضغط كبير المخ يامر الجسم نتاعك يتقلب ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط الان وربي سبحانه وتعالى يقول لك كان كنت ما ديرونجيش انت روحك كامل لا يقلبك ربي في الليل ما تمرض ما يصرالك والو وانت في راحه تامه هذا انت كتنوض تقول هذا الذي رعاني هو ربي سبحانه وتعالى وانت تتعرف على الله انت راقد والله حي قيوم لا ينام سبحانه وتعالى معرفه الله اخواني الكرام كم من انسان اكتوى في قلبه بخيانه صاحب خانه في وقت الضيق كم من انسان كان يحب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يحب صاحبه كل ما عنده وربما تضيق به الامور يقول فلان لو كنت نضل وكذا ونضل كذا ونضل كذا كم سمعنا من الخيانات البشريه للبشر انفسهم ولكن الله لا يخون عبده الله لا يخون من راعى من حارمه ورعى دينه سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى يحبك ويرعاك وانت عبد تتمرد عليه خيره نازل اليك ومعاصيه ومعصيتك صاعده الى الله سبحانه وتعالى ومع ذلك ما زال يسقيك يسقي الله الكافر ويعطيه وينعم عليه وهو كافر فما ظنك بالمسلم ولذلك وانت تنظر الى رحمه الرحمن الرحيم تزيد معرفه بالله وتعلق بالله سبحانه وتعالى والله ما كسب العبد في هذه الحياه مثل التعرف على الله عز وجل اذا عرفت الله هان عليك البشر اذا عرفت ما عند الله هان عليك ما عند البشر اذا عرفت عهد الله لا تنتظر عهد البشر ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله اذا استأنس الناس بالناس فاستأنس انت برب الناس اذا استأنس الناس بالناس انت استأنس برب العالمين هكذا الانسان يتعرف على الله ولهذا يقول الناس في المثل الجميل من وجد الله ماذا فقد ومن فقد الله ماذا وجد ولذلك ابراهيم لما جاء باش يحيي الشرك واش دار ابراهيم واش دار قال الا رب العالمين الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين شوف هنا سلسله فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين
هذه هي وش هي هذه المراحل هذه؟ الحياة كاملة من هم يخلق. قال الذي خلقني يخلقني هنا يخرجني من بطن أمي يعطيني كل الإرشادات حتى نولي نكي نرفض اللقمة وندخلها في فمي مديرش في ميفي ولا في ودني نديرها في فمي. هذه من هداية ربي كي نديرها ناكل نرفض يدي هذه اللقمة ونحطها في فمي. اعرف لازم تعرف باللي هذه من عند الله، لازم تستحضر فيها عقيدة وإيمانا بأنها من الله، لأنه كاين مرض يعرفه الأطباء، كاين إنسان لا يهتدي إلى أن يأكل، كاين ناس يرفض اللقمة هكذا ما يعرفش وين يحطها. والله شفتهم بعيني وبكيت بكاء شديدا وشفت نعمة الله علينا. كاين ناس مسكين يرفض اللقمة هكذا وما يعرفش وين يحطها ويبكي بكاء شديدا، حاب يأكل ما يعرفش يأكل. أنت ربي هداك، خلقني فهو يهديك، يهديك رب العالمين أنك تفعل بعض الأمور. احنا اللي بوزوا فيزيولوجي كما يسموه، احنا حاجاتك تروح تقضي في الخلاء، تروح تعمل او اشياء كذا، الجوع تاكل، هذه مين؟ هذاك الله خلقني فهو يهديني. والذي يطعمني ويسقين، حياتي كامله من صفر الى 100 سنه، الى 120 سنه، الى 90 سنه، الى 70 سنه، حتى نموت هو يطعمني ويسقين. والله ما يطعمك انسان ويسقيك اذا لم يرد الله ان يطعمك ويسقيك. هذه حياة كاملة يحكيها لك إبراهيم، كله تعرف. لماذا؟ شكون هو إبراهيم؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، وحنا كنقولوا الملة، ملة إبراهيم. يعني ما كاش إنسان يأصل لك التوحيد والتعرف بالله سبحانه وتعالى مثل إبراهيم. شوف حياة كاملة تبدأ من خلقني هو يهديني، يطعمني، يسقيني، إذا مرض هو يشفيني سبحانه وتعالى. شوف تعلق بالله عز وجل. وإذا ثم يميتني ثم يحييني يوم القيامة. إذا أحياني يوم القيامة ما دامني أنا كنت مربوط بربي في الدنيا كان أزيد أبقى مربوط في الآخرة. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذه أعظم وصية وصاها النبي عليه الصلاة والسلام. خمس دقائق كزيادة وصية أخرى على وجه السرعة يوصيها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر. على كل حال جمعنا وصايا جميلة نرجئها مرة أخرى إن شاء الله. وصية جميلة يوصيها النبي عليه الصلاة والسلام، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. اغتنم، ما دمت شابا تستطيع أن تذهب إلى السوق وتعين إنسانا وعلى حاجته، وتستطيع أن تذهب في الشارع وتمشي كما تريد، وتستطيع أن تذهب وتجول كما تشاء، فأنت تستطيع كذلك أن تذهب إلى بيوت الله وتعبد الله، تستطيع أن تغتنم وتقوم الليل وتصوم النهار، يوم قوي ما شاء الله، تستطيع أن تفعل أشياء كثيرة، تستطيع أن تعين إنسان ترفع معه متاعه، تشوف إنسان يمشي بسيارة وحبست له طبع معه، لك في ذلك أجر، تشوف إنسان حاب يقطع الطريق تعينه، تدفع الظلم عن إنسان، أبشر ما شاء الله هذه القوة، شوف إنسان يحضروا فيه تسلك بين الناس، شفت الناس كيكونوا يضربوا الناس تسلك، هذا من المعروف، هذا يستطيع أن يفعله الشاب القوي، يستطيع الشاب القوي أن يطلب علما، مازال مفتوح ما شاء الله على العلم على الخير، يعلم الناس الخير، يستطيع الإنسان الشاب أن يمشي برجله إلى الخيرات يفعلها، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، الإنسان لما يهرم يكبر في السن كاين أشياء كثيرة كان شابا يفعلها لم يستطيع أن يفعلها الآن. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وغناك قبل فقرك. إنسان يكون غني عنده المال في يده يأخذ به يمينا وشمالا، لا حسد إلا في اثنتين. ولذلك من الناس الذين يحسدون رجل ربي أعطاه المال وأعطاه العلم، أعطاه علم بيوم الآخر وبالله سبحانه وتعالى، فهو ينفقه على هلكته في الخير. إنسان لما يكون عنده مال وقادر يخدم خير، مالك الذي قدمته لا الذي تركته، المال تاعك اللي عندك في يدك أنت موش المال اللي تخبيه موراك تخلي لأولادك، المال تاعك هو اللي راح تقدمه بين يديك تلقاه عند رب العالمين. أنت لما تكون غني أبروفيتي، قال دير صدقة جارية، نبني مسجد، نعاون جمعية خيرية تعمل خير، نطعم المساكين، نصرفهم في سبيل الله، هم رايحين نصرفهم في سبيل الله، ومن بعد نلقاهم عند رب العالمين، خبيهم نلقاهم للشدايد نتاع الصح. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ وغناك قبل فقرك،
قال وصحتك قبل مرضك. يعني الإنسان لما يكون صحيح يقوم يصلي ما شاء الله، ويكمل إنسان يمرض يتمنى أن يذهب إلى بيت الله ولا يستطيع، يقول لي في الفراش. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا بأن الله يكتب للإنسان الأفعال اللي يفعلها وهو صحيح وهو في بلده، يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام يعني يرفقها الله عز وجل وهو في سفره وهو في مرضه. يعني لما تكون أنت مريض، ربي عافينا ويعافيك، لما تكون مريض يكتب لك ربي وش كنت تدير وانت صحيح، كنت تصلي النوافل وكان مريض ما قدرتش نصليهم، ربي يكتبهم لك. إذا كنت تصوم الاثنين والخميس وصوم النافلة وبعد كي مرضت ما قدرتش نصوم، يا ربي يكتب لك أنك تصوم الآن حتى تموت. ولا نعمل خيرا ولا نتصدق ولا نبادر بالخيرات ونحن لا نغتنم هذا الخير. ولذلك لخص هذه الوصية النبي عليه الصلاة والسلام في قوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الدنيا دير في بالك أنها قنطرة برك. قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلي والدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. شوف كي نكونوا نمشيو في الطريق هكذا العيال نتعبوا نقعدوا تحت شجره ومن بعد نروحوا نخليوها خمس دقائق عشر دقائق سنة تحت هذيك القاعده هذيك تسمو الدنيا واش فيها؟ واش فيها؟ شوف لو كان يجيو حنا نقعدوا هذيك تحت شجره هكذا نكونوا جماعه ونحبوا نقعدوا تحت شجره ويجي واحد يقول لنا يلا احنا نقعدوا تحت شجره يلا بسم الله هاي نبداو نطلعوا وكذا واش نقول؟ انت مريض نقعدوا خمس عشر دقائق ونروحوا انا تطلع عينا ونسقمها مش يحفظ خمس دقائق يقول لك نجيبو كاسة شابين ونديرو طوار شابين ونديرو فراش شباب ونديرو كذا القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ونستسمحكم على الإطالة والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا الشيخ على هذه الكلمة الطيبة التي نسأل الله عز وجل ينفع بها وجزاكم الله خيرا على صبركم على حسن صلاتكم بارك الله فيكم جزا الله خيرا وسبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب إليك.